السلام عليكم أعزائي الطلبة، عندنا صفحة، هاي الصفحة اللي هي شقد بالله، خلينا نشوف صفحة 19، يقول تو كونفرزيشنز يعني حوارين اثنين أو حواران اثنان، لأن مبتدأ وخبر، فالمبتدأ دائما مرفوع، حواران اثنان أو محادثتان اثنتان. اوكي، اذا ما تكون لغتك العربيه سليمه ما تكون لغتك الانجليزيه سليمه. المهم تو كونفرزيشنز محادثتان اثنتان. خلينا نشوف، يقول listen to the conversations then practice in pairs، استمع الى المحادثات ثم تدرب، يعني ضمن ثنائيات انت وصاحبك انت وشريكك. طبعا هي هذه مال ياليسن 7، ننزل وين؟ ننزل باخر الكتاب، نروح على اخر الكتاب اللي هي هذه. اوكي، نشوف بريزنتر هذا المقدم يقول، هذا طبعا قريناها. اوكي زين، اعطيها شويه زوم افضل لاصحاب الاجهزه الصغيره. البوي 1 يقول I went to the cinema yesterday، انا ذهبت الى السينما البارحه. البوي 2 الولد الثاني يقول له اوه يس، what did you see؟ ماذا رأيت؟ The night of the killer cockroaches. يقول the night of the killer cockroaches، ليلة القاتل ليلة قاتل الصراصر، ليلة القاتل الصراصر. يقول boy two what kind of film is that؟ ما نوع الفيلم ذلك؟ قال it's a horror film، انه فيلم رعب. So what's it about؟ هو عن ماذا يتحدث؟ anyway على كل حال. قال these cockroaches، تلك الصراصر، هذه الصراصر، they are huge، كانت كبيرة. They start attacking people، هم بدأوا يهاجمون الناس. That sound a bit strange، ذلك يبدو غريبا نوعا ما. Yes it's not، yes it's not very good. Who's the main character؟ من هي الشخصية الرئيسية؟ قال the leader of the team، قائد الفريق، to kill the cockroaches is called Mason Dixon. قال كان قائد الفريق لقتل الصراصر هو يدعى Mason Dixon. What's the ending like؟ كيف كانت النهاية؟ It's not very good، لم تكن طيبة. The cockroaches are cornered and end up being zapped. يقول له ال cockroaches، الصراصر، are cornered، تم محاصرتها، and ending and end up being zapped. Okay، ويعني انتهت بتدميرها وإتلافها. Okay. So do you think I should see it؟ هل تعتقد أني يجب أن أراه؟ قال no it really isn't very good. كلا، إنه حقا لا يبدو طيبا، لا يبدو جيدا جدا. Okay أعزائي، خلي زين هنا هاي المحادثة واحد، نروح على المحادثة الثانية. يقول I went to the cinema yesterday، أنا ذهبت إلى السينما البارحة. Oh yes what did you see؟ ماذا رأيت؟ قال تاكسي سيتي، هذا اسم الفيلم تاكسي سيتي، مدينة التاكسي، سيتي مدينة التاكسي، سيارة الأجرة. What kind of film is that؟ ما نوع الفيلم ذلك؟ قال it's a factual film، كان فيلم واقع، فيلم حقيقي. So what's about؟ عن ماذا يتحدث؟ على كل حال anyway the taxi، قال the taxi driver، سائق التاكسي، who is also the director، والذي كان أيضا هو المخرج، films and record his genres، يعني صور وسجل رحلاته، and discussions و يعني الحوار،
مناقشات over two or three days في يومين أو ثلاثة أيام. That sound a bit strange. ذلك يبدو غريبا نوعا ما قليلا. Yes, but it's good. نعم ولكنه فيلم جيد. Who is the main character? من كانت الشخصية الرئيسية؟ It's the driver. كان السائق. He's called Ahmed. كاسم أحمد. So it's him and all the different people he takes in his taxi. كان يعني هو وجميع الناس المختلفين أو يعني اللي هو يعني ياخذهم بالتاكسي مالته. What's the ending like? كيف كانت النهاية؟ It's great. كانت رائعة. It shows how effective a long budget film can be. قال له انه يبين كيف ان الفيلم المنخفض التكلفة low budget film فيلم منخفض التكلفة منخفض الميزانية كيف يعني تأثير الفيلم منخفض الميزانية كيف يبدو. So do you think I should see it? هل تعتقد أن يجب أن أراه؟ قال yes. It's on for another week. نعم on هنا يجي وشان يقول شغال يعني معروف يقول it's on for another week يعني يقول هو شغال موجود لحد الآن يعرض بالسينما لأسبوع آخر. أوكي أعزائي هاي girl we a girl. أوكي الحوار اللي دار فهنا شو نرجع للصفحة. هذه هي الصفحة يقول لي now ask with your partner about a film you have seen recently. والآن يعني أجب مع أنت وصديقك سوي حوار على فيلم أنت شفته مؤخرا. أوكي أعزائي lines ارسم خطوط too much questions لتوصيل الأسئلة in the left hand column في العمود اللي صاير على إيدك اليسرى العمود اللي صاير على إيدك اليسرى هذا that have the same meaning اللي يحمل نفس المعنى as questions كأسئلة في العمود اللي على إيدك اليمنى هذا هو لو نشوف نعطيها شوية زوم. What's called ماذا يسمى what's about عن ماذا يتحدث نفس المعنى who is it about who is it about عن ماذا تتكلم what's the name of the main character ما اسم الشخصية الرئيسية okay لأن هو يسأل عن العاقل what's the topic ما الموضوع what's the title ما العنوان where does it happen أين يحدث أين يحدث هذا راح يكون وين where does it take place عندنا كلمة take place وعندنا happen معناها يحدث what's the ending like كيف كانت كيف تبدو النهاية كيف يعني كانت تكون النهاية الـ ending how does it end كيف انتهت could you lend it to me هل يمكنك أن تعيره لي تعيره can I borrow it هل يمكنني أن أستعيره منك إذا lend يعير و borrow يستعير يعني هنا lend تجي بمعنى يعني lend يعير يعني يعطي give وبرو يأخذ ممكن أن أخذه منك وهكذا زين اللي هنا يقول لي cover the second column exercise أي يقول قم بتغطية قراءة العمود الثاني طبعا هاي المدرس يطلب من الطلبة أنه يغطون العمود الثاني في تمرين أي اللي هو هذا تمرين أي اللي هو هذا هنا أوكي يقول can you remember the questions هل يمكنكم أن تتذكروا الأسئلة ثم قم بتغطية يعني قراءة first column العمود الأول can you remember the question هل يمكنك تذكر الأسئلة أوكي أعزائي 25 كتاب النشاط صفحة 25 كتاب النشاط عندنا يقول make notes about a book or a film you read or watch recently يقول اعمل او كون ملاحظات او حول كتاب معين انت قريته او a film you watch recently اما كتاب او فيلم انت قريته او شاهدته مؤخرا recently مؤخرا اختارت احد الافلام بس هذا لت يعني هذا كنموذج انت تقدر
يعني تقدر انت من نفسك تكون تايتل العنوان The Mask of Zorro قناع زورو احد الافلام. Author Director الكاتب او المخرج مارتن كامبل. Kind of Story نوع القصة Action حركة إثارة. Topic الموضوع Helping Poor People مساعدة الناس الفقراء. Where it happens أين يحدث مكسيكو في المكسيك. Main character الشخصية الرئيسية زورو. Ending النهاية Saving People and Killing Bad Ones إنقاذ الناس وقتل الأشخاص السيئين.